FM. الكل مليك. الحقيقة كان تقول لي عدد الأولاد في تونس نقول لك اثنين. إيش كونوا؟ عمر منصور ومنور الورتاني. هذوم اللي قاعدين نشوفهم في تونس ياخذوا بقات انا راهو من معناتها اللي نشوفهم قاعدين يتحركوا في تونس وقاعدين الحقيقه يحصلوا في نقله نوعيه معناتها ما من راهو ما شكش حتى ولا نقول انا في مخي حتى في ذهن المواطن العادي ديما تاع عمر منصور ولي تونس منور الورتاني نابل كان في بنزرت معروفه جان نابل ومتاكد اللي باش تغير الوضعيه في نابل. الكلمة ليك.